حين تنتهي سهرات السمر أو جلسات الذكر في الشهر الكريم، وحين تخلو الشوارع سوى من بعض عابري السبيل أو فاقدي المأوى قبيل الفجر بقليل، هنا تبدأ مهمة البعض. شباب يحملون أكياس غذاء ويجوبون أزقة وشوارع العاصمة الجزائرية فقط للبحث عن المشردين وإطعامهم وجبة السحور. عندنا حوالي 50 إلى 60 عضو في الجمعية مقسمة إلى أفواج باش يتنظم العمل ويكون أثر تاعو أكثر. نحن أولاد حي واحد، منطقة واحدة، تعرفنا في الحي، كل واحد جاب زميل ديالو، صديق ديالو، زميل ديالو في المدرسة، ودرنا مجموعة ديالنا سورتو خاصة لما رأينا الشباب الآخرين يشطوا أيضا. منذ أشهر أسس هؤلاء الشباب جمعية خيركم خير، يجمعونه من متبرعين في أغلبهم هم من الأهل أو سكان حيهم، ويوزعونه على من هم أحوج منهم كما يقولون. وفي رمضان لا يرون أحوج من المشردين الصائمين رمضان إيمانا وبقية الشهور إكراها. معنا في الفريق في الأعضاء يعرفوا يتكلموا مع المتشردين، تسمى يجبها له بطريقة لينة ماشي بطريقة عنفية. تفرش موائد السحور في البيوت في هذا الوقت، وفي الحين ذاته يفترش هؤلاء المشردون الأرض مرحبين ببعض الأكل يسدون به جوع يوم آخر. ما عاوننا حتى واحد، ما عاوننا لي حكومة لي والو، عاوننا غير الجمعية، جيبونا ناكلو، جيبونا نلبسو، ما خلاوناش، الحمد لله يا ربي. في السنوات الأخيرة عرفت الجزائر ميلاد عشرات الجمعيات الخيرية، كلها تطوعية وغير رسمية، ولكنها تنشط بقوة في بلد تقول آخر الإحصاءات إن نسبة الفقر فيه وصلت إلى 25%. صار بن عشوبة، العربية، الجزائر.